سي المربح تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد الوالي، السادة العمال، زملائي زميلاتي أعضاء المجلس، الحضور الكريم. السيد الرئيس، أولا راه يمكن لي ما نزيدش في الهضرة، إلا خليناك هضرتي حتى شبعتي، خرقتي المادة 110، درتي لنا عرض، سكتنا ما كاين مشكل، ودابا بغيتي تقيدنا بجوج دقائق. إلا غتقيدني بجوج دقائق غادي نسكت. عندك جوج دقائق. غادي نسكت. صافي. فقط. ماشي انا نقيدك، النظام يقيدك يصوتنا عليه. واو انت نخليوك تهضر ساعة ونسكتو نتصنتو ليك، واش كتجيبنا لهنا باش نتصنتو ليك صافي؟ جينا لهنا باش نهضرو حتى حنا. تهضر بوحدك؟ واش هذه هي الديمقراطية؟ بغيتي تهضر غير بوحدك ونتصنتو ليك. مشكل هذا. مشكل كبير. مشكل كبير، تفضل. السيد الرئيس. جوج دقائق. 445 نقطة في جدول الأعمال. أنا كنهنيك. كنهنيك. باش توصل دير 445 نقطة في جدول الأعمال، وكنطلب منك باش هاد العمل وهاد الإنجاز ديالك ما يضيعش للجهة ديالنا، كنطلب منك باش توجه الموسوعة ديال غينيس الأرقام القياسية باش تسجلها إن شاء الله. وغادي تسجل في نفس الوقت رقم قياسي آخر للجهة ديالنا، وهو السرعة البطيئة، إن لم نقل السرعة صفر في التنمية. والسيد الرئيس، هادشي اللي كتقدم لينا ديال الطرق راه البرنامج ديال سيدنا، ما درنا فيه حنا والو، عطاتنا الدوله الفلوس وعطيناهم، ما درنا فيها حتى شي حاجه. وبليتي كدير البلايك في الطرقان مغالطين مزورين، واش عندك هنا شي حكم ذاتي في هذه الجهه؟ ما دير لا الولايه، لا دير لا وزاره الداخليه، لا والو، جهه درعه تافيلات في واحد البرنامج ديال الطرق ديال سيدنا اللي دار ليه تشخيص سيدنا، والسلطات والولاة والعمال كطول عليه. اش هاد العبث؟ هذا عبث. شكرا. واليوم الى الان باقي ما عندناش البرنامج ديال التنميه اللي خلاه نستعملوه باش نديروا البرامج ديالنا. هذا عبث السيد الرئيس، ما يمكن لينا شي نستمروا في هذا العمل بهذا العبث، ما يمكنش. وفيما يخص النقطه اللي طلبت، النقطه اللي طلبت، قضيه مرسوم ولا ماشي مرسوم، هذا ماشي معقول. انا احنا ثلاث سنين وحنا خدامين كنصوتوا لك على الميزانيات، وكنقولوا لك عطينا غير كيفاش صرفتيها، ما عمرك بغيتي تعطيها لينا، ودابا كتقول لي مورا المرسوم. اش من مرسوم؟ اشنو كاع من مرسوم؟ عطينا شنو صرفتي في الميزانيات.